تواصلت المعارك بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب في مديرية سروعة غرب محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني ان رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من اسير 5 من ميليشيات الحوثي والمخلوع في الطريف والدرما ووادي الضيق بالمخدرة غرب جبل هيلان. لقي 4 من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس شمال الضالع. بدورها قصفت ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها في منطقة صاعدة دم من مناطق مريس. وقال مصدر محلي ان امرأة من قرية جحلان اصيبت بجروح خطرة جراء القصف. قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي احمد عسيري في حوار صحفي ان ميليشيات الحوثي اطلقت حتى الان 37 صاروخا باليستيا تجاه السعودية و25 صاروخا تجاه مأرب. وجدد نفي التحالف استهداف سجن في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة. وقال ان مقاتلات التحالف استهدفت مقرا لقيادة القوات الخاصة للانقلابيين. قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماثيو راكروفت إن بلاده تجري حاليا مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق باليمن لطرحه على طاولة المجلس خلال الأيام القادمة. وقال إن مشروع القرار يحتوي على 4 نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية ودعم خارطة ولد شيخ ووصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. هذا ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر في الرئاسة اليمنية تأكيد وجود ضغوط تمارسها أطراف دولية على القيادة الشرعية للقبول بخارطة الحل التي قدمها المبعوث الأممي ولد شيخ. ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي كلف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بترتيب لعقد اجتماع لسفراء مجموعة 18 الداعمة للحل السياسي في اليمن لتوضيح حيثيات رفض القيادة والحكومة اليمنية لخطة ولد شيخ والتشديد على ضرورة تعديلها بما يتفق مع مرجعيات الحوار.